Bonjour, bonjour. Vous êtes sur la chaîne de Kitchen MHG Nizia. Aujourd'hui, avec ma maman, on va faire un gâteau d'amour. C'est pour cela qu'on a choisi le cœur. Alors, pour cette recette, il nous faut. Aslima, أهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن أميل تونيزيا. سامحوني دونك صوت هارب شوية. دونك تعرفوا كونو ديما سبتو حد يبداو صغار ويبداو العائلة والكل دونك ماذا بهم يسون معناها دللوهم شوية. دونك بكري بنتي كمان قلينا قعدنا قالت لي ماما شنو نعملوا تحب نعملوا جاتو قلت لها بيه. دونك مشينا اختارت فوالا المول هذا كوخ فوالا. دونك واش تعمل جاتو كيما رسمتو هي جاتو دامور. دونك فوالا المكونات الاصليه. دونك اهم حاجه لازم يكون عندنا شنو ماما جاتو ليه اهم حاجه شنو بسكوي. البسكوي هو هذا تعرفوا الناس الكل بسكوي سايده. واذا مش متوفر معناها عندكم تجمو تاخذوا اي بسكوي اخر. هو اللي حضرت معكم قبل كريمه الشوكولاته والا الجناش شوكولا اللي سامحوني بالعصير البرتقال. هذايا هو الكريمه خرجتها توا من الفريجيدير ما خدمتهاش بالفوين نحب نخليها كيف ما هي. عندي زيدا هذايا معناها دي بتي بو كيما وريتكم قبل فما البخالين والكل. دونك تو تراو الحقيقه معناها البقيه نتاع الطبقات اللي احنا باش نعملوهم اليوم. دونك وهذايا هو خليت نسكافيه وحليب وزدتهم شويه سكر خاطر نسكافيه قويه برشا سيغتو على الصغيره. دونك باش نبداو توا اول حاجه باش نعملوها شو باش نعملو ماما باش نعملو البسكوي حطوه كافيه. لا توا عندنا البسكوي ساعة باش نحطو الطبقة الأولى هي بسكوي مانيش باش نحطو حط شيء آخر باهي يلا هكاكا ماما أيا حطو هذوما وبعد حتى المكسرين توا نحطوهم دو كوتي خاطر هو كوغ دونك مش كيما الآخر اللي عندنا باهي. شوكولا انت عملتو زين أنا ما فهمتش كيفاش من بعد باش نحطو الكولورا. طيب نشوف si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas de mettre plein de pouces bleus pour encourager ma maman. توا حطينا كوس شوكولا هذيك نعملها احمل بسكوي توا صحيتك يا مات توا فهمت نعملو بسكوي شوكولا بسكوي بعد الطبقات كل واحد شنو معناها شنو يختار معناها احنا نعطيوهم ليدي وبعد هما فهمت يا ماما توا احنا هذيا الكوس شوكولا مش نخليوها توا هكاك استنى ماما وتوا مش ناخذو نحطو البسكوي نتاعنا هوني باهي نجمو نعملو بالكونفيتور اي ماما هي اللي تحب انت عرفت نجمو توا احنا باش نحطو هوني باهي توا كملنا الطبقة نتاع البسكوي نتاعنا والطبقة زيدا نتاع البسكوي اللي حطيناها توا في النسكافيه والحليب. توا باش نمشيو نحضرو الكريمة نتاعنا توا تشوفوا المكونات نتاعها ونرجعوكم يلا يعني نمشيو توا نحضرو نخليو هذيا بطبيعة الحال باش نخليها انا تبرد شوية ونرجعوكم نتاعنا والا الكريمة اللي باش نستعملوها معناها يعني بعض الكريمة شوكولا هوني عندنا معناها فوالا كي معناها كيس باكي نصبوه الكل في الحال باش نضيفو في الحال الحليب بارد. الحليب معناها هما يقولوا هوني ديما في الباكي 200 معناها 125 مليليتر انا ديما نحط اقل شويه وبرا حليب هكا باش تخدم بالباهي وتكون يلا ما تحب انت يعني جاي you
هذه هي الكريم نتاعنا، دونك خدينا فقط كيس واحد توا، معناها باش نحيو منها شويه ترى مع دقيقه على الكريم هذه باش نحيو شويه. معليش نحي انت ماما قلت نحب نعمل كريم غوز، دونك انا نحيت شويه خاطر هذيك بعد باش نستعملها في حاجه اخرى توا نوريو ذولي باش نعملوا اكثر من واحد نتاع كريم، لكن مش مشكل الكولوران دونك باش ناخذوه لو اني ما نحبوش مي بون. هذا هو الكولوران نتاعنا ونجمو عليها نضيفو باش نتحصلوا على الكولور اللي احنا نحبوه. نحب اغمق انت ماما هي. نضيفو شويه فوالا نجمو انت ميسيليش توا، دونك هذا هو هذه هي الكريم نتاعنا. خليوها تبرد شويه، خليو الكريم نتاعنا تبرد شويه وتوا نمشيو للبارتي الاخرى نتاع الكريم اللي خليناها. فوالا بارتي 3 توا باش ناخذو الجاتو نتاعنا مامنا احنا يا ماما، دونك باش ناخذو اقل حبيبتي، دونك هذا الجاتو نتاعنا الا سمحني دونك هذه بارتي ثانيه باش ناخذ انا هوني نضيف لها البخاليني اللي انا حضرته في الميزون مع الكريم شانتيني اللي خدمناها، تعطي جو ياسر مزيان الحق ياسر خاطرها دي فخويساك هما اي وانا نحبهم فخويساك. فوالا نزيد نضيفه شويه سامحني ماما ميرسي. دونك هذه هي شهوة بنتي اليوم، وباش نشوف معناها باغابوغ على الحاجات اللي عندي في الدار. نتوما زيدا نجمو بالحاجات اللي عندكم في الدار تعملوا جاتو هكا فاسيل وساهل وكل. دونك هذا هو كريم شونتيي زدناهم هذاك البخاليني في ميزون، خليكم الرابط في صندوق الوصف كيف كيف، خليكم رابط الشوكولا الجناش اللي عملته أنا بالعصير متاع البرتقال كيف كيف معناها. وتوا مش هذي هو الجاتو نتاعنا الطبقات نتاع البسكوي والكل، دونك توا هذي هو الجناش شوكولا ولا الكريم شوكولا زيدا، خليكم الرابط في صندوق الوصف كيف كيف، كيما قلت لكم شاعملوا جاتو كيما حبوا معناها بنياتي ربي يفضلهم وانتم ربي يفضلكم عندكم باللي عندنا في الدار. دونك الكريم هذي نعملها هكا دو طون زون طون خاطر تحفونا برشا ونجمو ناكلوها كيما قلت لكم، وانا نستعملوها معناها جناش والكل. هذه هي اللي فيها معناها خدمناها بالبرتقال قال الكريم فريش والحليب حتى شاي، فضل زيد شويه بخليني حطيتهم زيد معناها في البو هذيك اللي وريته لكم. توا الصغرونه قامت لنا من النوم كما قلت لكم، هي اللي الفا مونتي معناها الكريم نتاعنا. هيا ماما بعد بدايتك وصلنا توا شو باش نعملو اخر اخر حاجه هو الكريم اللي انت قلت عليها بكري مع الكريم شونتيلي والكولورون ولا فوالا لاغوم تاع الفريز. دونك فوالا نغطيو بهم الكيكه نتاعنا ونخليوها تبرد على الاقل 4 سوايع في الفريجيدير قبل ما نخرجوها ونزينوها. زينوها ماما علاش جيتو تولي مزيانه اتشي
فوالا كيما تشوفوا الجاتو بتاعنا دونك خرجناه، هذا هو فوالا كيما تشوفوا طبقات البسكوي محلاهم والشوكولا اون بلوس معناها لي زيدي اللي عطيناهم لكم. دونك توا بطبيعه الحال بقى لنا كيما باش نزينوا، انتم كيف ما تحبوا الزينه معناها بين متوفر عندكم، احنا توا باش نزينوها ونقصوها ونوريها لكم ان شاء الله. انا خذيت هوني نواد كوكو، عندي هوني شويه با دامون دونك حليتها، عندي هذوما لي زوبورت بيس باش نزين بهم، وهكا وشويه حاجات معناها موجودين هوني دي بونبون وكل باش نزين بهم الجاتو دامور نتاعنا اللي سميته بنتي ربي فضلها. فوالا يلا نمشيو مع بعض. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Voilà, هذه هي كيما نعاود نقول سامحوني على الصوت. دونك هذه هي الجاتو نتاعنا كما نزيناه بالباد داموند، هذوكم لي بونبون دونك نتاع الصغيرات، هذا بونبون شوكولا كيف كيف. فوالا هذا هو. دونك توا باش نخليوها ترتاح شويه ونستنى الصغيرات بطبيعه الحال باش نقصها. دونك فوالا ان شاء الله تعجبكم الناس كل الغوسيت هذه. كيما قلت لكم بين متوفر عندنا في الدار نعملوا حاجه مزيانه وحلوه زاده وبنينه في نفس الوقت وما تتكلفش حاجه كبيره. فوالا ما تنساوش لي لايك الناس الكل كيتشن امال، واللي مازالوا ماهمش مشتركين في قناتي مرحبا بكم وبسلامه، ونهاركم اسعد الايام الناس الكل وربي يوفقكم وبسلامه.